إذن دعونا نعرج على الأسواق العالمية والأداء العام في الاقتصاد العالمي. معنا هنا في الاستوديو السيد وائل حماد مدير تطوير الأعمال في ICM Capital. دعنا نرحب بك معنا ودعنا نبدأ من حيث انتهى اليابانيون إلى صدور بيانات الجي دي بي الناتج الإجمالي الياباني، وجاءت هذه البيانات إيجابية في المجمل. ما هي تأثيراتها وفي مقابل البيانات الصينية التي نصفها بأنها ضعيفة لكنها غير واضحة المعالي فيما يتعلق بأسعار المنازل وأسعار التجزئة؟ نعم، بالنسبة للبيانات اليابانية بالأخص يعني كانت بالفعل فاقت التوقعات بشكل واضح. يعني التوقعات كانت عند 2.5 تقريبا، والآن نحن عم نتكلم عن النمو ب4%. هذا النمو طبعا الوتيرة يعني كانت بوتيرة متسارعة للفصل السادس على التوالي، إضافة لما شهدنا هذا الوتيرة من عامين تقريبا. إضافة يعني الموضوع الأساسي كان هو زيادة الإنفاق الاستهلاكي أو نمو في التوسع في النمو الاستهلاكي، الإنفاق الاستهلاكي. هذا الموضوع اللي هو بالفعل عاد لينعش أو يعطي تفاؤل أكثر للبنك المركزي، أنه بالرغم من ضعف سوق العمل وضعف الأجور بدأنا نشهد ممكن يكون تفاؤل بالنسبة للمستهلكين اليابانيين، وأدى إلى نمو في الإنفاق الاستهلاكي. هذا اللي حيدفع يعني المركزي الياباني إلى ممكن الاستمرار في السياسة النقدية الحالية، انه راح يشوف انه بالفعل بدات هذه السياسه تعطي ثمارها، بالرغم من انه كانت عم بتعطي سلبيه بالفتره الماضيه. نحن الان لكن ماذا عن التضخم؟ يعني كمان هو مصدر قلق للمركز الياباني. صحيح، هو ولكن هناك بعض الاراء بدات تشير الى ان مستوى التضخم او المستهدف لدى المركز الياباني انه 2% هو يعني مستهدف عالي، وممكن مراجعته مرة أخرى، أنه ممكن مستويات 1.5 هي المستويات يعني الواقعية أكثر بالنسبة للاقتصاد الياباني. ولكن التحول من المحرك الرئيسي للنمو من الصادرات إلى الآن التوجه إلى الإنفاق الاستهلاكي، ممكن هي النقطة اللي الأسواق بدأت تنظر لها بعين الاعتبار ومراقبتها، رح يراقبوها أيضا في البيانات القادمة. لنتحول إلى الذهب، يعني مع أنه واضح أنه مستويات التضخم تدعم أسعار الذهب إضافة للتوترات التي ما تزال ماثلة، لكن نتحدث أنه مستوى قوي وصله الذهب إلى ما فوق 1290 دولار، هذا هل سيؤهله إلى مزيد من الارتفاع؟ هل تساعده العوامل أم برأيك سيصطدم بمقاومة قوية عند هذا المستوى؟ هل هو اصطدم أو مش اصطدم، ولكن هو اقترب من مستوياته في أعلى مستوياته في هذا العام. مستويات ال 195 مستويات مقاومة قوية بالنسبة للذهب، يعني فشل في اختراقها 1295 مستويات مقاومة قوية، فشل في اختراقها 3 مرات في هذه السنة. الارتفاعات الكبيرة اللي كانت بالفترة الماضية كانت راجعة لسببين حقيقة. السبب الأول طبعا التطورات الجيوسياسية اللي شهدتها المنطقة أو شهدتها المشادات السياسية بين كوريا الشمالية وترامب، هاي أدت إلى اللجوء ولجوء المستثمرين إلى الملاذات الآمنة، هذا الملاذ التقليدي. أيضا زيادة الطلب من الهند، يعني نحن عندنا مستويات بالهند. نعم. هناك في حديث كان بالفترة الماضية أنه المستويات تضاعفت في هذه السنة، يعني نحن الآن عم نتكلم عن 750 طن في هذه السنة. طبعا الموضوع عائد لعدة أمور، ارتفاع الطلب بالنسبة للهند، يعني زيادة الضريبة، زيادة الضريبة على المشتريات والخدمات بالنسبة للذهب ارتفعت، ففي أول يوليو فهذا أدى إلى زيادة إلى الطلب ما قبل أو التخزين، زيادة التخزين بالنسبة للطلب الهندي. نحن بالنسبة لأسعار الذهب ما رح نتوقع تراجعات حادة على أسعار الذهب في ظل بقاء هناك ضعف في الدولار الأمريكي، ونحن بنعرف العلاقة العكسية بين سعر الذهب وسعر الدولار الأمريكي. هي العلاقة العكسية رح تظل تدعم أسعار الذهب في ظل غياب البيانات الداعمة للاقتصاد الأمريكي
ورفع وتوقعات رفع أسعار الفائدة. جيد، ارتفاع منصات الحفر الأمريكية ربما لأعلى مستوى في عامين ونصف العام أثرت سلبا على أسعار النفط وضغطت عليها، هل هذا الضغط مرشح للاستمرار؟ حقيقة الآن الأسواق عم تتفائل بأكثر يعني بموضوع، أو شفنا الأسعار ارتفعت في يعني قبل 12 يوم نحن عند استقرار في التداولات أسعار النفط يعني بين 53 ل 52 بعد أن ارتفعت من مستويات 40 أو 44. طبعا في نحن الآن الأسواق عم تشهد بعض التفاؤل بالنسبة لانخفاض مخزونات النفط الأمريكية. ما زلنا أمام عدة أمور متناقضة بالنسبة للنفط، ولكن النظر إلى نسب التزام منظمة أوبك لخفض الإنتاج. وائل حماد مدير تطوير الأعمال في ICM Capital، شكرا جزيلا لك.